السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة هامة جدا بما يخص موضوع الجنسية التركية. بداية ضعوا إعجاب للفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لحتى توصلكم جميع التفاصيل. نصائح هامة جدا من أجل الحصول على الجنسية التركية، وليش لحد الآن في ناس ما اتصلوا فيهم أو أعلموهم، وكيف عم تتم طريقة إعلام الشخص بشان موضوع الجنسية التركية. رح أحكي لك على عدة خطوات بنصحك أنك تعملها لحتى تكون أمورك جاهزة وصحيحة، ولحتى تكون فعليا من الأشخاص اللي ممكن أنه يحصلوا على الجنسية التركية. الموضوع الأول، حضور دورة الاندماج. أي شخص ما حضر دورة الاندماج لحد الآن لازم يحضرها. الموضوع الثاني، بدك تكون عم تدفع كل ضرائبك وديونك للدولة. في كتير أصحاب محلات وشركات ما بيدفعوا شيء اسمه باكور، اللي هو ضريبة شهرية مفروض يدفعوها للدولة. هي كمان كتير مهمة بالنسبة لموضوع الجنسية، لا تهملوا موضوع الضرائب والمخالفات. الموضوع الثالث، إذا في عليك دعاوي أو محاكم قضائية أو غيرها لازم تغلقها بشكل كامل. والموضوع الأهم أيضا، إنه لازم يكون رقم هاتفك الموجود عند إدارة الهجرة صحيح، لحتى إذا بدهم يعلموك من خلال رسالة أو اتصال يقدروا يتواصلوا معك. وعنوانك أيضا، عنوان سكنك لازم يكون صحيح اذا حبوا يجوا يزوروك او يتاكدوا من صحه عنوانك او حتى يبعثوا لك اي شيء على عنوانك. فهدول المواضيع جدا مهمه، يعني كل امورك بدها تكون صحيحه 100% لحتى اذا تم ترشيح اسمك على الجنسيه التركيه يقدروا يتواصلوا معك، تكون امورك سليمه من ناحيه القانون، من ناحيه الضرائب، من ناحيه المخالفات وعلى جميع الاصعده. ولكل شخص حابب يعرف عن جميع انواع الجنسيه التركيه وكيفيه قانون منح الجنسيه التركيه، رح خلي لكم فيديو باول تعليق مثبت، رح تلاقوا فيه جميع التفاصيل بما يخص موضوع الجنسية الاستثنائية والجنسية عبر الزواج والجنسية من خلال الاستثمار وعدة أمور أخرى. رح تشوفوا الفيديو بأول تعليق مثبت، وطبعا على طول رح وافيكم بالمعلومات المفيدة والقيمة. كل الحب والاحترام، تحياتي لكم جميعا، سلام عليكم.